اكيد استي خالد. وانا بالنسبه لي كنشكر الاستاذ الفاضل السي الرميشي صراحه، قال لان كانت عنده جراه، كانت عنده شجاعه باش انه يخرج لوسائل الاعلام يوضح بعض الامور وبعض الخبايا اللي كانت في هذا الملف. واللي صدمني، اللي صدمني يا خالد، هو أنا المساله الاولى بعد انه التمكن ديالو من الملف والضبط ديال الاليات ديال الملف والكرونولوجيا ديال الملف، هذه من المسائل تحسب للسي الرميشي. مساله ثانيه خالد اللي صدمني انا بالنسبه لي هو التعامل ديال الجهاز ديال التحكيم بقطبيه، بلجنته المركزيه وبمديريته. انا بالنسبه لي راه ما يمكنش هذا الشيء اللي وقع، لان ما يمكنش انا بالنسبه لي خطبوا جلال، انا هكا كنقول انا فضيحه انا بالنسبه لي فاش تجي في المره الاولى ديالها كما كيقولوا، لان اللجنه ديال التحكيم سمعت وخدات قرار، راه حكمات على هاد الناس، راه حكمات على هاد الناس بالاعدام. انا بالنسبه لي في الوقيته اللي باقي حتى واحد ما سيق الخبر، وهي كتقول لك هي مازال دابا قرينه البراءه كاينه، ولكن انت راك عدمتي هاد الناس لانك وقفتيهم على الممارسه، ما بقاوش كيحكموا، ما عيطتيلهمش للسطاج الاول وما عيطتيلهمش للسطاج الثاني، يعني انت كمديريه وكلجنه مركزيه خديتي القرار. هذه المساله الاولى خالد، انا خطيره هذه المساله. مساله ثانيه هو انه هذه اللجنه اللي استمعت المعنيين بالامر، انا بالنسبه لي ما يمكنش انا بالنسبه لي يكون عندك ملف بهذه الخطوره، ملف بهذه المسائل اللي ممكن تزعزع عرش الكره الوطنيه، وانك تتعامل معاه بهذا الاستهتار، تتعامل معاه بهذا الاهمال. لان انا بالنسبه لي هنايا ما يمكنش انك اللجنه انك اولا تنادي على الناس الاستماع لهم وكتسمع لهم وما كديرش محضر رسمي، لان خصنا الناس اللي غادي يكونوا حاضرين، وكما كيكونوا كاينين الاسماء اللي تذكرت لنا اللي كانت حاضره واللي هي وازنه في الميدان ديال التحكيم، انها تكون حاضره وما ديرش محضر رسمي، انا خصو يكون محضر ويكون موقع من الناس اللي كانوا حاضرين، وكذلك المعلم الامر تقرا عليه الاقوال ديالو اللي قال ويوقع عليها انذاك، لان باش كيكون اننا باش كتكون المساله رسميه، لان باش يقول انه السيد الاستاذ المحترم يقول لك الناس دونوها في اجنده وعاد من بعد تنقلات فرقه، كاننا بحال 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 ما عرفتش فين جالسين. انا بالنسبه لي مع العلم انه خطوره، بالاضافه لان بالنسبه لي هذه الخطوره ديال هذا الملف في هذه الوقيته كان خصو يتنقل للاجهزه الجامعيه ديك الساعه. هذا كيبين هنا بان كاينه شي حاجه ماشي هي هذه، كاينه ماشي، لان كاين هناك استهتار بعدا، هذا الاستهتار كاين اهمال في هذه المساله. مساله ثانيه، لان ما يمكنش انا بالنسبه لي وفي اطار في القضاء، في القضاء ملي كنكونوا في المحكمه والهيئه القضائيه اللي كان شي فيها شي واحد من عائله ديال شي واحد انه يتجرح في الهيئه القضائيه وكيطلب باش ما يكونش فيها، لان باش ما يكونش هناك تجريح، فبالاحرى باش يكون مثلا حكم معني بالامر في هذه القضيه والاخ ديالو يجلس في الاستماع ويجلس في الحضور. انا بالنسبه لي هذا الضرب للقرينه ديال 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 البراءه والقرينه ديال 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 الحياد في هذا الملف. فانا بالنسبه لي خالد ان هذا الملف انا منين تم التناول ديالو بهذا الشكل، وبقينا تقريبا انكم تناولتوا هذا هذاك وخديتوا الاعدام في حق هاد الناس، لان ما يمكنش انا بالنسبه لي انك تحكم على بنادم بالممارسه بحال اللي عدمتيه تحكيميا كتوقفوا وبقيتوا كتسوفوهم لا راه حنا غادي نديروا راه حنا غادي نفعلوا، وبقيتوا كتلعبوا بالوقت.